اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال وحلقه جديده. وبما انكم الحلقه اللي فاتت تفاعلتوا معاها جدا وكتير منكم طلب بسرعه 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 اتيكيت مقابله العريس، فانا حبيت تبعا لان شكل في ناس جاي لهم عرسان قريب ان انا اعمل لكم الحلقه سريعا وبعدين نشوف الحاجات التانيه اللي ليها علاقه بالمخطوبين بعد كده، عشان لقيت الموضوع عليه اقبال. بس قبل كل حاجه، قبل ما نبدا في الحلقه، يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، ويلا بينا. اول حاجه حابه اقولها، ناس كتير الحلقه اللي فاتت سالت كتير وعلقت تعليق غريب جدا، قالوا لي هو يا رضوى المفروض العريس يجيب معاه ايه وهو جاي اصلا؟ هو انا المفروض يعني احنا اغلب الناس يعني بيقبل حاجتين اساسيتين، هم اكتر حاجتين الناس بتحب تدخل بيهم في الزواج، يا اما ورد، تمام، بس انا انصح لو ورد يبقى يعني بوكيه فظيع. وبقى الاحلى يعني انا بقى لو تقولوا لي ايه احلى حاجه تدخلوا عليها، اللي هو البوكيه او ورد ممزوج بشوكولاته مع ورد، انتوا كده خدتوا الحسنيين، يعني مفيش خلاف ان الورد شيء راقي ومفيش خلاف ان الشوكولاته شيء راقي، حجم وسط او كيك مثلا، كيك او تورته يعني بيسموها كده عندنا الباستا عند الاتراك، جاتو طبعا اللي هو الجاتو اللي هو الصغير. يعني انا ما بفضلش حلويات شرقي بصراحه، هتقعدوا تضحكوا، يا حسب الدوله يعني، مثلا اعتقد اهلنا في الشام هم لازم حلويات شرقي، هم بيحبوا الكنافه والحاجات دي اكتر حسب الدوله. بس يعني انا شايفه ان افخم شيء بيبقى الورد مدموج بالشوكولاته. طيب يعني انا العريس اللي يجيب ورد مع شوكولاته حلوه له منا كل الاحترام والتقدير. فخلاص دي حته العريس يدخل بايه اكتبوه تحت، يعني هو اكيد مش هيدخل بدبدوب يعني، فايه اكتبوا لنا تحت اقتراحاتكم عشان انا حسيت الموضوع شغل الناس قوي، العريس يدخل بايه. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، عايزين نشوف اهل العروسه، اتيكيت العروسه في استقبال العريس اللي جاي ده. اول حاجه ترتيب البيت وتنسيقه، مش عيب ابدا ان احنا ننظف بيتنا زياده. يعني في ناس تقول لك ايه، لا يعرفنا على حقيقتنا ويشوف حقيقتنا ويشوف اصلنا ويشوف فصلنا. لا، الانطباع الاول يدوم. مين قال؟ انا مع التكلف في البدايات شويه، ولو شويه، انا ما قلتش تيتي هتغشيه هتجيبي بقى ايه زي الافلام المصري القديمه يجيبوا الصالون من الجيران ويجيبوا ويأجروا ذهب والكلام ده، لا لا لا، مش لهذه الدرجه، ولكن بعض التكلف ليس عيبا. يعني احنا نعمل بعض التكلف ان احنا نرتب البيت زياده، نجيب شركه تنظف، نجيب شركه تغسل مثلا الصالون الخاص فينا اكتر، نغسل الستاير في مكان، نبخر البيت، الريحه ثم الريحه ثم الريحه. ارجوكوا يعني هم الناس جايين اول مقابله، مش مطلوب ابدا غدا، تمام، فمش مطلوب يبقى ريحه الاكل وحشه. فاحنا من قبلها من يومين يا اما نطبخ طبخات بسيطه ما تعملش ريحه، يا يعني يومها يكون ريحه البيت طيبه زي ما بيقولوا، ريحه البيت متبخر ريحه حلوه. لو ناس بلاد ما عندهمش البخور اللي هو البخور العربي اللي زي الصندل والحاجات دي اللي هي اللي بتدي الريحه دي، يعني في بخور كده عامل زي العود كده عجيب، ده محدش يستخدمه، ده بيبقى ريحته يعني دخان. لا، البخور الطبيعي، وفي كمان بيبقى زي لبان الذكر ده بيشيل الروائح الكريهه. في معطرات للمنزل بتبقى عباره عن مسك وعطور طبيعيه وريحه فل وكده، وبتترش سبراي في الجو بتبقى ظريفه جدا. وفي معطرات بتترش على الاثاث غير طبعا التنظيف. فكون ان احنا نجيب حد ينظف قبل استقبال العريس مش عيب ابدا ومش تكلف، اوكي. فرقم واحد، البيت ريحته حلوه قوي، مترتب حلو، وهو العريس داخل او المدخل بتاع البيت لازم نشيل اي حاجه ورا الباب بتحوش على الطريق. يعني في ناس بيبقى هم متعودين ان دايما لما بيدخلوا البيت في جزء كده حاجه شيء لازم يزحوه، كرسي كده او شيء يشيلوه ويمروا. حقيقي الحاجات دي سخيفه، يعني انا اسفه اني اقول كده، بس يتوقعوا ممكن والدته تبقى حجمها كبير، يمكن والده حجمه كبير. يعني لازم نتفهم ان مش كل الاشخاص الجايين هيبقوا عارفين عندنا يقوموا يعني زايحين الشيء ده او زاقين الشيء ده ويقوموا داخلين.
فضروري ان احنا لو عندنا اي اساس مش مترتب ترتيب صحيح نعمل زي ما بيقولوا تمهيد للدخول. الشيء الثالث من الاتيكيت، ما ينفعش ابدا اول ما يجي حد عندي البيت العريس والعروسه وايه نعمل ان احنا تبرجلنا وفجاه كده ايه ده العريس جه شوف ايه، وبعدين يبقى في ستاره كده فالام تقوم شدها بسرعه كده قدام العريس اساس ان ايه الراجل دخل عليكم قلعين. يعني في رياكشنات كده الاسر بتعملها حقيقي مضحكه ومستفزه. يعني انتوا من قبل ما الراجل اصلا يجي لو في اي باب معين، باب مطبخ عايزين تقفلوه اقفلوه، باب غرف الجوه تتقفل، ستاره معينه حابين تفصلوا بين البيت وكده. يعني مثلا اخواتنا في الخليج مريحين دماغهم في المجلس وخارج المجلس وداخل المجلس، مفيش بقى ايه يعني دايما استقبال الناس بيبقى خارج البيت. فلو في شيء فاصل بين كده انتوا اقفلوا كل شيء قبل ما الراجل يدخل، مش بعد ما يدخل نعمل ان هو كأنه ايه احنا دستور، عارفين الحاجات اللي في المسلسلات كأن الراجل دخل فجأة واكتشفكم. فمهم جدا ان انتوا تكونوا مظبطين البيت، ما تعملوش اي اوفر رياكتنج قدام الراجل او الاسره، لان ده شيء بيدي انطباع ابدا مش ظريف ان في شيء معين انتوا بتخبوه. تمام. ترتيب استقبال العريس واسرته، المفروض ان اول واحد يفتح الباب للعريس بيكون اب العروسه او من ينوب عنه. يعني في حال عدم وجود الاب مسافر كفى الله الشر متوفي اي شيء، يا الاخ يا الخال يا العم يا كبير العيله يا زوج اختها يا 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 الراجل، الراجل اكيد في القعده في راجل يعني ان شاء الله نجيب ابن الجيران. المهم في شخص رجل هو بيفتح البيت، وده من الاداب ان لو في وجود رجل هو اللي بيفتح باب يستقبل الرجل الاخر اللي جاي وبيدخل هو واسرته، هو اول واحد بيستقبلهم. المفروض ان من اول لحظه العريس بيقعد في المكان، بيجلس في المكان اللي هيجلسوا فيه. يعني ما ينفعش نقعدهم في غرفه وبعدين نقول لهم ايه طيب ممكن تدخلوا الغرفه دي عشان العروسه تشوفكم، ده شيء محرج جدا. تمام. فمن الاول من اول لحظه المفروض العريس يقعد في الغرفه اللي هيقعد فيها الجلسه كلها. تمام. تمام خلاص استقبلناهم قعدناهم في المكان اللي المفروض هيجلسوا فيه. اول حاجه اللي هو الاب او الراجل اللي بينوب عن الجلسه بيستقبل بيكلم والد العريس والعريس ووالدته مثلا لو هي موجوده، اهلا وسهلا نورتونا شرفتونا، حوالي 5 دقائق. يعني بتسيبوا حوالي 5 دقائق وبعدين بتيجي الام، ام العروسه او الست الموجوده اختها مثلا، يعني لو في حال كفى الله الشر ما فيش ام مثلا، وبتدخل الام مثلا وتقول اهلا وسهلا وبترحب بيهم وزي حضرتك وكده، بتدوا من 5 ل10 دقائق العيلتين بتتعرف وبعدين العروسه تدخل. هل العروسه تدخل اول ما تدخل تدخل شايله اشياء؟ لو انت عندك خبره انك تشيلي اشياء ومش هترتبكي شيليها. لو انت يا بنت الحلال ما بتعرفيش تشيلي عصير او ما بتعرفي تشيلي حاجه فيها حاجات كتير لا تخاطري في هذا اليوم. كتير من البنات بتعمل مواقف محرجه جدا، اول مره تلبس كعب وتلبس فستان ليه ديل وعمرها ما شالت حاجات تقيله، ويا ما اتحكت قصص ان الناس وقعت الكاسات الخاصه بالعريق اللي هو العصير او وكتير موقف بيبقى مضحك ومحرج. لو ما عندكيش خبره تشيلي حاجات كتير شيلي حاجه بسيطه، مش هقولك ان انت يعني هتقعدي القعده كلها الناس عماله تشيل وتجيب وانت بقى الهانم كده يبقى شكلك برده مش ظريف. فانت ممكن تقدمي لهم مثلا اللي هي البلوره اللي فيها شوكولاته اوكي، او تقدمي لهم بونبون، تقدمي لهم يعني انت ممكن تشيلي شيء صغير على اعتبار ان ذوقيا يعني في الاعراف الاجتماعيه والمجتمعات الشرقيه اللي احنا منها يعني لا مش للاسف والله المجتمعات الشرقيه فيها حاجات كتير جميله، عندنا ان العروسه لما تقدم شيء للعريس ده شيء جميل وفعلا هو معنى ظريف، فانا مش ضده ابدا بالعكس. بس انا بقولك لو انت مش بتعرفي تشيلي حاجات كتير ما تشيليش انت السوائل، شيلي شوكولاه مثلا الجاتو سواري وهكذا. يفضل في الاتيكيت ان احنا مش في اول مقابله نعمل اكل، لو حاسه ان الوقت قرب اصلا المفروض ان الموعد يكون مش في مواعيد الوجبات الرئيسيه، يعني بعد العشاء او فتره اللي هي الظهر، يعني ابعدوا عن الاوقات اللي فيها غدا. ليه؟ لانه مش ظريف، يعني مش ظريف ان انتوا تبقى في وقت غدا، ومش ظريف اصلا ان انت تعزمي عريس اول مره على الغدا، لانه مش الوقت المناسب انك تتعرفي على شخص. الوقت الغدا بياخد وقت كتير جدا، اعدادات الغدا كبيره جدا، دي ممكن تبقى من المقابله الثالثه او الرابعه، ده اقتراحي وده اللي معترف عليه في الاغلب.
اول مقابله بنكتفي ان احنا نقدم اول شيء لما بيدخل العريس العصاير فريش، عصاير طبيعيه، بلاش عصاير مصنعه لان مش كل الناس بتحب العصاير المصنعه، وبتدي انطباع بصراحه مش ارقى شيء. يعني هو احنا جايبين لكم عصير في العروض وقسمناه، هتقولي احنا ما عندناش مثلا في البلد اللي احنا فيها، في بعض البلاد في الخليج مثلا مش سهل يجيبوا عصير طبيعيه، ممكن ليمون بسيط، ممكن شيء مش يفضل من اول شيء تسالي الناس. يعني بتحطي اربع او خمس مثلا كاسات حسب العدد وحاولوا تنوعوا، يعني برتقان وليمون، مثلا موز باللبن ومش عارفه ومثلا وفراوله، يعني تدوا نوعين بحيث ان لو شخص بيحب شيء يقول شيء، ولازم الانسان اللي يقدم يقول الشيء اللي بيقول. والله الحاجات مضحكه جدا، يعني بتكلم في بديهيات بس اللي اكتشفته ان في ناس كتير ما تعرفش الحاجات دي، ولازم الشخص لما بيقدم الشيء يقول ايه ده. يعني ما ينفعش مثلا تديهم كده حاجه فيلاقوا زجاجه كده لونها اسود، يعني عارفين اللي هو يا ترى ده ايه. في ناس بتقدم مشروبات غازيه في بلاد كتير، يعني مثلا دول زي مثلا اعتقد مصر هو الاساسي انهم يقدموا مشروبات غازيه، احنا لا نعمل لكم عصير ولا نوجع راسنا. يعني انا عن نفسي يعني ما فيش مشكله، يعني هو تبع عند الشعب، يعني تبع عند البلد اللي انتوا فيها. في ناس كتير شايفه ان المشروبات الغازيه دي حاجه فظيعه وبالذات في الحر. المهم ان اول مشروب بيبقى بارد عشان الناس بتبقى جايه اوريدي مجهده، فبيبقى زي انعاش للجسم. انا برضو مع اقتراح ان يكون في مشروبات غازيه ويكون في زي مثلا عصير طبيعي. في ناس بتعمل يعني فكره ذكيه جدا، بس انا هقول لكم برده فيها حاجه مهمه. بيعملوا ايه؟ بيعملوا زي اوبن بيفي، ده بقى الناس الهاي لاي دلوقتي عندهم اللي هو النيش بقى اوبن بيفي. البيفي او الجزء اللي في بيبقى في البيت اللي ملوش استخدام، اللي احنا مش فاهمين هو ليه بيجي مع السفره، بيتحط عليه حاجات متنوعه، براد شاي، براد قهوه، دي الناس الاليت قوي بقى، وشويه حاجات صغيره وهكذا. مش معنى ان انت مستخدمه الطريقه دي ان انت حاطه حاجات ان هو هيقوموا يخدموا نفسهم، لا. مش من الاتيكيت ان الناس في اول مقابله يقوموا يعملوا نفسهم اي شيء. هما المفروض جايين في مهمه رسميه، هيكلموا ويشوفوا العروسه وهكذا. المفروض حتى لو انت متبنيه الطريقه دي او انتوا متبنيين الطريقه دي، ان انتوا تعرضوا عليهم وتعملوا لهم اطباق او تغرفوا لهم او تجيبوا لهم الاشياء اللي عندهم بصواني وهكذا. لو هما فيهم حد حب قام يعمل، وده يبقى بصراحه فيري كول، او شخصيه يعني مرنه جدا، ودي هتدينا انطباع ان الشخصيه دي حبوبه. لو حد قام عمل لنفسه وده شيء يبقى كويس، بس في الاغلب لا، مش بسهوله على انسان اول مره يدخل بيت حد وكده انه يقوم ويعمل نفسه حاجه، ابدا مش موقف مش ظريف، الا لو جاي مثلا محاضره او درس او كده. فاهم انتوا اكيد فاهمين بتتكلموا ايه، لان الحياه دلوقتي انفتحت قوي، في ناس كتير بقت تاخد كورسات في بيوت حتى، فدي نقطة مهمة. النقطة التانية او الشيء التاني اللي ضروري العروسة لما تدخل، طبعا ان انت لازم الاول تسلمي على اهل العريس. في كتير من العرايس بتبقى عارفة العريس اصلا، فبتقوم داخلة بمنتهى الثقة ومسلمة على عريسها، او تقوم قايله له ازيك عامل ايه مش ايه، عشان هي عارفه بقى زميلها مثلا في الشغل. طبعا انا بصراحه ما اشجعش ده ابدا، التسليم بيبقى احتراما من السن والاب، اب الزوج او اب العريس، بعدين الام وكده. لو انت مش بتسلمي بالايد عادي ما فيهاش مشكله، تقولي اهلا وسهلا زي حضرتك كده، الطريقه دي اهلا وسهلا حضرتك شرفتنا، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا دلوقتي مع الكورونا في ناس لسه بتبوس، مش عارفه والله مع الكورونا بقى مش عارفه هنبوس ولا لا، خلاص الناس مبقتش تبوس. والعريس وطبعا تسلمي عليه عادي، يعني ما تعمليش نفسك بقى البنت المكسوفه انا مش هسلم عليه بقى واعمل نفسي معرفوش، لا عادي بمنتهى الثقه كده والهدوء، اهلا وسهلا شرفتنا بس كده، واجلسي. تمام جلسنا. انا عارفه ان في دول الاعراف تختلف تماما، يعني مش بيقعدوا كده الرجاله مع النساء، في دول بيقعدوا النساء لحالهم والرجاله لحالهم، في دول بس العريس بيدخل يشوفها كده بسرعه ويخرج، بس اعتقد حتى في بعض الدول لا بيدخل بيشوفها وبيسيبوهم مع بعض شويه، بس انا في وجود حد شايفهم بس مش سامعهم، شايفهم بس مش سامعهم. هي دي البرايفسي اللي المفروض يدوها، يعني هو انا ابقى جالس يعني مثلا قرب العريس والعروسه بس مش سامعهم. طبعا لو العريس والعروسه اول مره يشوفوا بعض، انا عارفه ان هما بيبقوا حابين طبعا ان في وقت يقعدوا يتكلموا مع بعض، مش انت اللي هتطلبي الموضوع ده، يعني المفروض دي بتيجي من اهل الزوجه
او يعني الاب والام بطريقه ظريفه كده، بيقولوا ايه طب تيجوا ما تيجوا ناخد الشاي في البلكونه مثلا، او ايه رايكم مش عارفه كده. يعني بيبقى فيه زي صالونين او مكانين في البيت بحيث ان هم يدوهم سبيس شويه، او بيخلوا العريس بيقعد في الكرسي اللي جنب العروسه بحيث يقدر يتكلم معاها حتى لو هي تسمعه هم يسمعوه، يبقوا سامعين كده يحسسهم عارفين هو ايوه وانت كنت بتدرس ايه، انا كنت بدرس مش عارفه ايه. طبعا العروسه بتبقى عصفوره كناريا ساعتها، شوفوا بعد كده بعد الجواز صوتها هيبقى جميل بالجيران. ماشي، اصل طبعا متجوزين انتوا معايا على الخط ازيكم، فاكرين انتوا الحاجات دي طبعا الماضي الصحيح. اصل الحاجات دي يا جماعه بالنسبه للناس اتجوزت بتضحك جدا، يعني قعدي اي اتنين متجوزين بقالهم 5 سنين في الاعداد دي هتلاقيهم قاعدين لك كده وعمالين يضحكوا بقى مش قادرين يمسكوا نفسهم في الذكريات الأليمة. المهم بعدين بتقعدوا تتكلموا مع بعض، بلاش بقى الأسئلة العميقة وانت ايه طموحاتك في الحياة وايه أهدافك وناوي توصل لإيه بعد 5 سنين، بلاش الدور ده. الدور ده بتاخديه حضرتك تبعا بشكل غير يعني بطريقة indirect بعدين. واحنا طبعا احنا قلنا قبل كده حاجات مهمة المفروض تعرفيها فترة الخطوبة حلقة سابقة، وقلنا كذا حلقة كده، بس احنا ان شاء الله هنعمل حلقة كمان عن الاسئلة مش بتاعت اول مرة. اول مرة المفاجأة مفيش اسئلة، ايوة اول مرة مفيش اسئلة، الكلام بيبقى عام جدا. المطلوب بس في اول مرة ان انت تحسي بشكل عام الانطباعات، زي الحلقة اللي فاتت قلتلك تشوفي طريقة بصته، تشوفي شكله، تشوفي هندامه، تشوفي طريقة معاملته، دخوله عليكم، تحركاته، انجذابك العاطفي. الانسان عارفين يعني انا ما بقعد كده انا بحس انسان او ما بحسش انسان، حتى لو بيتكلم يا ستي في اوراق الشجر الصيفية كيف تتساقط، انت بتحسي الانسان ازاي. والانجذاب يعني لازم يكون كده في شعرة معينة، مش شعرة بقى ايه وعينك تتحول لنجمتين وكده، لا لا لا، اللي هو اوكي انا الانسان ده قادر اتقبل اتكلم معاه اشوفه مرة كمان، ولا مقفولة قفلة رهيبة. يعني في ناس انا ممكن بالشكل البدني احس بنفور، وفي ناس احس اني مش منجذبة. نفور ده حاولي تشوفي شخصيته، يعني انا مع لو نفور رهيب انا طبعا طبعا جزء الانجذاب البدني يعني واجب من الزوج ومن الزوجة، مش ممكن نتجوز شخص احنا مش حاسين ناحيته بالانجذاب البدني. يعني عفوا انتوا هتعيشوا مع بعض، الشخص ده عفوا هتحضنيه يعني تحضنيه ازاي. ف الشخص ده لو انا حاسه بنفور بدني تام ما ينفعش، اوكي. وطبعا يعني انا بتكلم بصراحه، نفور البدني ده النظافه الشخصيه، يعني انا ممكن من اول قاعده ابقى قاعده مثلا مع شخص، يعني انا اسفه اني اقول كده بس انا العريس شم مثلا ريحه عرق، يعني ايه خير؟ ممكن ان الست من اول يوم النظافه الشخصيه للراجل كل حاجه تقفلها. بس في جميع الاحوال اتيكيتك كعروسه لو حسيتي ان انتي نفره من الشخص، وان في الاغلب الموضوع مش هي يعني خلاص دي المره الاولى والاخيره، اقعدي بكامل احترامك كملي القعده بكل ادب واحترام، محدش قالك مش هتخشي قوي في كلام مش عارفه ايه، بس ما تبينيش تعبيرات سيئه. يعني في كتير من العرايس تبدا بقى تبص له كده وترفع له حاجبها وتعمل بوشها وتوشوش مامتها والحاجات دي، يعني عفوا قد ايه مجرح ومؤلم. انا اعرف شباب والله والله حرفيا كتير من الولاد بقوا مش عايزين حتى يفكروا يتقدموا كده، يقولك ايه يعني من المواقف المحرجه بيقولك انا مش عايز احط اهلي في موقف محرج من قله ادب. والله انا بقولها بقى بجد، من قله ادب الـ 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 العروسه او اهلها مثلا في التعاملات وفي الكلام. والعكس صحيح، في شباب قمه قله الادب، يعني هو يبقى قاعد سوري يعني انت قاعد في بيتها ويبدا يوري او يعمل حركات تدل ان هو يعني مش عاجباه بطريقه مستفزه، يعني انا عارف اللي هو قوم اطلع بره بيتي، يعني فاهمين. فاحتراما من الشخصين انا حسيت ان الموضوع مش هيكمل او مفيش قبول، اقعد بمنتهى الادب والاحترام، ممكن اختصر شويه في الجلسه مش عيب، بس اخد اديها وقتها. الوقت يعني ابسط وقت او اقل وقت اسرتين وراجل وست بيشوفوا بعض ساعه يا جماعه، يعني خلاص اكنكم رحتوا كافيه، انتوا بتقعدوا في الكافيه لما تخللوا لما الكافيه يقفل عليكم، ادوها ساعه يا سيدي، ساعه صدقه، يعني اقعدوا ساعه دي نتعرف على بعض، معرفه الناس كنوز، يمكن يفيدوكوا بعد كده في اي خدمه ولا حاجه. ماشي،
او تتجوز بنت خالتها، عارفين اللي هي الحاجات المضحكه اللي هو يشوف اختها بس ايه تبقى بنت خالتها وبالصدفه يقوم يتجوزها، عارفين الحاجات الفظيعه بتاعت اللي بتحصل دي، بتحصل عامه. بس ف بشكل عام ننهي القعده، نقعد حتى لو احنا ناويين تمام، نقعد بهدوءنا كده وننهي الموضوع، وان شاء الله تبقى جلسة طيبة وجميلة، ما بنديش انطباعات في الجلسة. لو ما حصلش نصيب من الادب من الزوج او الزوجة، الولد او البنت، لو حد فيهم مش ناوي يكمل انه يتصل ويعتذر، مش عيب، مش عيب. والاعتذار بدون ابداء، يعني حتى لو انا مش قادر ابدي اسباب، اسباب محرجة مثلا، عادي والله احنا تشرفنا بمعرفتكم، بس يعني مش هيحصل نصيب او ما حصلش نصيب. بس لكن ان انتوا تختفوا، الناس ما بتردش على التليفون، ناس بتقفل التليفونات، هتعمل بلوك، احنا مش اطفال. يعني من الادب ان انا اعتذر الشخص، اقول له انا شكرا جزيلا لمعرفتكم بس ما حصلش نصيب، او ان شاء الله تكون لكم فرصه كده. الزوج او الزوجه او الراجل او صدقوني احسن الف مره من السكوت والاختفاء والبلوكات والحاجات العجيبه دي. واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه حاجات، والموضوع بصراحه فيري اكسايتنج، انا بحبه. تاني ليه علاقه بالموضوع، ورايكم في اي حاجه قلتها في الحلقه. وما